اسمي فاطمة محمود علي منصور. من أي بلد فلسطين؟ بالرأس الأحمر. وقت طلعت من فلسطين قديش كان عمرك؟ كان عمره 10 سنين. كان عندكم مواشي بالبيت؟ عندنا كان سخول نشوفون وبقرة كبيرة كان بالبيت. أمك شو كانت تخبز؟ كانت تروح تجي تقول لك روح جيب بالفرن خبز ولا كان في عندكم بالبيت؟ لا هي تخبز على إيدها عبقدية هيك طين تخبز. كان في مسجد عندكم بالقرية؟ كان في مدرسة؟ كان في مدرسة بس فوق على الجبل. كان في مدرسة بس احنا ما دخلناها. انت ما درست فيها؟ لا ولا درست ولا عامة انا ولا شيء والله. شوارع القرية حجك شوارع القرية كانت مزفتة؟ كانت كلها تراب؟ كانت منصوفة رصف بالحجار؟ شو كانت؟ لا ما اللي حوالينا احنا عهد ما نطلع يعني هيك نتفي مرصوف رصف ما في بطون ولا في بلاط. مش بعيد يعني بس هيك. لأنه بقول لك مش مثل هالناس اللي لسه عم تطلع مهالبيوت مش عم تطلع وبتلاقي أشياء أشياء. لا إحنا لا. طب حجي إذا نسألك إحنا عن العادات والتقاليد اللي كانت بالقرية بالنسبة للأفراح. الأعراس تتذكر هيك شيء كان عندكم؟ حضرت عرس كيف كان يعللوا كم يوم؟ كانوا يعللوا وأكثر شيء في لحد هون زلمة مات هذيك اليوم محمود عبده يحكي عن عمامي وعن أبوي يقول لما يقفوا بالسحجة يغطى على الكل. قالوا لك تفضل ارجع على البلد بترجعي؟ برجع على حطين على بلد جوزي. عرض عليك التوطين والتعويض تقبلي ولا لا؟ انا بدي ارجع على البلد اللي انا خلقت فيها. برجع مش لا وبعدين طب حاجة انت وقت طلعتوا من البلد طلعتوا بنهار بالليل طلعتوا معكم كمشين الارض؟ امك شو طلعت؟ ولا شيء غير هلا لفت انه هيك هالغيار بقول لك وجنفيس ما بعرف شو بقول لك حطنا خالي واحد من هاي الناحية وواحد من هاي هالغيار اللي طلعت لنا اياه لا طلعت لنا اكل ولا شرب ولا شيء. كوشين الارض ما طلعتوها؟ لا ما طلعت ما طلعت الشيء بقول لك يعني لانه كاين فايت هذا الجيش مين لهناك على المنطقه وما توعدت العالم تطلع واحنا بيتنا عشان بقول لك ما فيش يعني حوالينا هيك زواريب وبيوت بل بقول لك بدنا جايين على بنت جبال جابنا بالليل خالي وصلنا. بتوصي اولادك انه يرجعوا على الارض على البيت ولا لا؟ يفرطوا بالارض؟ يرجعوا على بيتهم وعلى وطنهم، ليه بيوت الهم؟ بيوت الهم وطنهم. واحد ما بقدر يرجع على وطنه؟ نحن هون هينا قاعدين اساسا ما بدهم يبحثون.